الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. يا مرحبا وأهلا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات في هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذا الدرس مع باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس من كتاب عمدة الأحكام، فتتفضل يا شيخ عبد الرحمن لقراءة هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الحديث ترجم له بعض الشراح بقوله: باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس، فماذا يفعل وما هو الحكم؟ هذا الحديث دل في الجملة أن من باع لغيره متاعا أو أقرضه متاعا أو نحو ذلك ثم إن هذا قد أفلس أو أحاط به دينه من كل جهة ولم يوجد في ماله سداد لديونه، فإذا وجد الأول متاعه بعينه عند هذا المفلس فهو أحق بمتاعه، يعني يأخذه دون بقية الدائنين أو دون بقية الغرماء. لكن العلماء رحمهم الله اشترطوا لذلك شروطا. فما هي هذه الشروط؟ بالجملة نقول: هذه المسألة ينبغي أن نتفهمها وأن نحضر أذهاننا في فهمه. بعض من يشاهدون هذه الحلقات يقولون إن الإخوة ينشغلون بالكتاب عن الفهم ولا يتنبهون إلى مسألة فهم ما يقال، فتحولوا إلى كتبة، وهذه المحاضرة منقولة صوتا وصورة، فأرجو ألا ننشغل بالكتابة لأنها منقولة ومسموعة ومسجلة. وإن كان كما قال الأول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فعلى كل حال هذا العلم مقيد محفوظ صوتا وصورة، فلنهتم إذن بالفهم، لا مانع من التقييد لكن على ألا يكون هذا على حساب الفهم. هذه مسألة مدين أفلس فحجر على ماله لصالح غرمائه، حجر على المال لصالح الغرماء. أحد هؤلاء الغرماء جاء فوجد متاعه بعينه، يعني اشترى منه هذا المفلس مثلا، اشترى منه ساعة، فوجد ساعته بعينها عند هذا المفلس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان، فالإنسان هنا يشمل الرجل كما يشمل المرأة، يبقى رجل هنا لا مفهوم له، لا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالفة له. فلو وجد هذا عند رجل أو امرأة فإنه يأخذ متاعه أو سلعته بالشروط. ما هي هذه الشروط؟ قالوا: ألا يكون قد استوفى هذا المدين الثمن، فإن كان قد استوفى الثمن فليس له أن يأخذ هذه السلعة.
وأن تكون السلعة موجودة عند المشتري، أي لا يكون قد تصرف في هذه السلعة ببيع أو هبة أو وصية ونحو هذا. فإن كان تصرف بها أي نوع من أنواع التصرفات فإنها تكون قد انتقلت عن ملكه إلى ملك غيره، وعليه فلا يصح أن يقال أنه وجدها عنده، يعني لم يجدها، وإن وجد عينها فقد انتقلت حكما إلى غيره، كان يكون قد باعها لكنه لم يسلمها إلى من اشتراها منه بعد. كذلك يقولون أن تكون السلعة قائمة بعينه، أي لم يطرأ عليها تغير. فإن كان قد طرأ عليها تغير كأن باعه حبا فطحنه مثلا، أو باعه قماشا فخيطه، باعه هذا القماش فخاطه ثوبا، فهذا قد تغيرت عينه، تحولت من الحب إلى الدقيق أو من القماش إلى الثياب، فهذا أيضا قد تكون عينه قد تغيرت، وبالتالي لا يثبت له حق الرجوع. إذن إذا اجتمعت هذه الشروط جاز عندئذ أن يرجع هذا الإنسان إلى ماله، فيأخذ هذا المال دون بقية الغرماء، دون بقية الغرماء. الغرماء أي الدائنون الذين لهم على هذا الإنسان دين. إذا اجتمعت هذه الشروط كما قلنا فهو أحق بدينه. وإن تخلف شرط كأن تكون السلعة قد تغيرت، أو يكون هذا الإنسان قد وجد في ماله ما به سداد دين هذا الإنسان، أو يكون مثلا هذه السلعة تصرف فيها المشتري بأي صورة من صور التصرف، فلا يثبت لهذا الدائن إلا ما يثبت لغيره من الغرماء، فهو أسوة الغرماء، يعني مثله مثل بقية الغرماء. هذا الحديث إذا أردنا أن نتناوله بشيء من التفصيل فنقول إن هذا الحكم قد تأكد في أحاديث أخرى، كما في حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. وفي المرسل الآخر مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ابتاع أو باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. فصاحب المتاع أسوة الغرماء، هذا عند مالك رحمه الله تعالى في الموطأ مرسلا وفي غيره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أتي برجل قد أفلس فقال: لأقضين فيه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به، فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وإذا تأملنا قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ماله، هذا يفيد جواز رجوع البائع إلى ماله عند تعذر الثمن بفلس ونحوه. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الرجوع إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الشافعية، حيث قالوا: من تعذر سداد الثمن أي ثمن سلعته وأفلس المشتري والسلعة قائمة لم يتصرف فيها، فله أن يرجع إلى سلعته سواء كان سبب تعذر أداء الثمن الفلس أو الموت. الشافعية حكموا بجواز الرجوع إلى ماله في حالتي الفلس وفي حالة الموت، أيضا في حالتي الفلس والموت. ثم إن المالكية والحنابلة وافقوا الشافعية
في حال الفلس دون حال الموت. وأما الحنفية فمنعوا من ذلك مطلقا، لا في الفلس ولا في الموت. ما أدلة كل فريق؟ الأول اللي هم الشافعية قالوا بجواز الرجوع في حالتي الفلس وحالة الموت لحديث الباب. فأما حديث الباب ففيما يتعلق بالفلس، فمن أين جاءوا بالحكم في حالة الموت؟ بالحديث الذي ذكرناه المرسل عند مالك، الذي فيه وإن مات الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل أفلس أو مات، في رواية مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، فقالوا يرجع إليه أي إلى هذا المال أو إلى هذا المتاع في الفلس كما يرجع في الموت. أما المالكية والحنابلة فقالوا بل نحتج بالمرسل الذي عند مالك وفيه وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني صاحب المتاع واحد من الغرماء، ليس له أن يرجع إلى ماله إذا خربت ذمة المشتري بالموت، حيث لا يمكن الرجوع إلى ذمته بشيء، وإنما هو كغيره من الدائنين لا يملك الرجوع إلى سلعته إن مات من اشتراها. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال ليس له أن يرجع لا في حالة الفلس ولا في حالة الموت، ومعه في هذا الرأي ابن شبرمة من المالكية. قالوا هذا الحديث يخالف الأصول العامة، هذا الحديث يخالف الأصول العامة. ما هي هذه الأصول العامة؟ يقولون إن الأصول تقتضي أنه إذا باع إنسان سلعة فإن هذا البيع بات لا يرجع فيه ولا يجوز الرجوع فيه، فليس لهذا الشخص إلا أن يأخذ الثمن، سواء كان الثمن يعني من مال هذا الغارم المدين، أو كان هذا الثمن من الغرماء الذين يعطونه هذا المال ثم يتولون بيع هذه السلعة بما فيه مصلحتهم إلى آخر هذا. قالوا في النهاية هذا الحديث مخالف للأصول، فإذا صارت السلعة ملكا للمشتري فإنها لا تستحق بعدئذ للبائع، لا تستحق بعدئذ للبائع. طيب كيف يوجهون حديث الباب والحديث في الصحيحين؟ كيف يجيبون عنه؟ ما رأيكم؟ كيف يجيبون عن حديث هذا الباب بما يوجهونه؟ قالوا نحمله على أن المتاع كان وديعة، أو أن المتاع كان عارية، أو أن المتاع كان لقطة ونحو هذا. وطبعا ناقشهم الجمهور فقالوا بأنه لو كان كذلك أي عارية لم يقيد بالفلس، لو كان عارية أو كان يعني لقطة أو بأي صورة من صور الأخذ بخلاف البيع لا يقيد هذا بالفلس، فإنه يجب دفع ذلك إليه أفلس أو لم يكن مفلسا، مات أو لم يمت، يجب سد أو دفع هذه السلعة إلى صاحبها. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو أحق بها، أحق بها ممن؟ من الغرماء، أحق بها من الغرماء، وهذا لا يتأتى إلا فيما يملكه هذا المدين، هذا لا يتأتى إلا فيما يملكه المدين. ثم إن الأحاديث التي معنا يجب المصير إليها، لأن الحديث بنفسه حجة، ولأن الحديث بنفسه أصل. وهذه الأحاديث التي يعني تذكر في عموم انتقال الملك بالبيع نقول إنها مخصصة بهذا الحديث ونحوه، إذ هو خاص والخاص يقدم على العام، فهو أخص من أحاديث البيع مطلقا. الشافعية ناقشوا يعني الحنابلة والمالكية في استدلالهم أن الموت لا يرجع في حالة الموت إلى السلعة، قالوا بأن هذه الزيادة التي في مرسل الإمام مالك
التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذا مات أي صاحب السلعة فهذا البائع أسوة الغرماء. قالوا إن هذه الزيادة ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي زيادة من الراوي، فلا تكون يعني حجة، الراوي اللي هو التابعي. وبذلك جزم ابن العربي المالكي. ثم إن الشافعي رحمه الله تعالى أراد أن يجمع بين ما معه من الحديث وما عند المالكية والحنابلة، فقال: نجمع بين المرسل والمرفوع، فنقول إن المرفوع فيما إذا مات مفلسا، فيما إذا مات مفلسا، فعندئذ يجوز الرجوع إلى عين السلعة. وأما إذا مات مليئا فإننا نعمل بالمرسل، إذا مات مليئا فإننا نعمل بالمرسل. لماذا؟ لأنه يمكن أن يسد من التركة، أن يسد من التركة هذا الدين، وبالتالي ليس له أن يأخذ الإيه؟ ليس له أن يأخذ السلعة. هل تصورنا المسألة؟ تصورنا المسألة؟ اشرح لنا المسألة كده باختصار. لما أناقش الأقوال الأئمة ثلاثة؟ لا، اشرح لنا المسألة، المسألة التي معنا، ما هي المسألة التي معنا؟ من مات وعليه دين، أيوه، وكان عليه غرماء، أيوه، فإذا مات هذا الميت، أيوه، فدينه يقسم بين الغرماء. إذا كان أحد الغرماء له عين مال عند هذا الميت فهو أحق به من باقي الغرماء. له عين، عين مال، له عين، نعم، فصاحب هذا العين أحق به من باقي الغرماء، بشروط هي بثلاثة شروط. ما هي؟ أن تكون هذه العين لم تتغير، لم تتغير صفاتها. من يكمل؟ نعم، أن تكون موجودة عند المشتري، ألا يكون المشتري قد تصرف فيها بنوع من تصرفات تنقل الملكية. نعم، ألا يكون هذا المدين قد استوفى ثمنها، ألا يكون هذا البائع قد استوفى الثمن. نعم، وأيضا هناك شروط أخرى، ألا تكون قد تغيرت تغيرا يخرجها عن صفتها. هذه هي الشروط، فهي أربعة وليست ثلاثة شروط. ثم إننا بقينا في مسألة الترجيح، هل يجوز الرجوع في الفلس والموت ولا الفلس فقط؟ جمهور العلماء على جواز الرجوع في الفلس، ثم إن الشافعية انفردوا بجواز الرجوع أيضا في الموت، ثم بينا أن الحنفية هم الذين منعوا من ذلك مطلقا. طيب، فما هو الذي نرجحه؟ نرجحه قول الجمهور من جواز الرجوع في حالة الفلس، ونميل أيضا إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى بجواز الرجوع في الموت أيضا. بل عد بعض العلماء أن هذا الحكم مما ينقض إذا حكم بخلافه، أي إذا حكم القاضي بخلافه، خلاف هذا الحكم، إنه ينقض لمخالفته النص، لمخالفته النص. طيب، مسألة، لو زاد هذا المبيع زيادة منفصلة أو زاد زيادة متصلة، فما الحكم؟ نريد من يمثل لزيادة منفصلة ومن يمثل لزيادة متصلة. سادة الفقهاء، نريد مثال للزيادة المنفصلة وآخر للزيادة المتصلة. قول يا شيخ مهند. أما الزيادة المنفصلة كمن باع بهيمة فولدت ولدا، الولد هو في البهيمة زيادة منفصلة، فإذا ثمنت هذه البهيمة فالزيادة متصل. وكذا من باع شجرا فأنتج ثمرا فهذه الزيادة منفصل،
طيب، فما الحكم إذا زادت زيادة منفصلة؟ إذا زاد المبيع زيادة منفصلة وقلنا له حق الرجوع، فهل يرجع في الأصل والفرع ولا يرجع في الأصل فقط ويبقى الفرع على ملك المشتري؟ يعني اشترى البهيمة فولدت، فهل إذا رجع صاحب العين يأخذها بزيادتها المنفصلة يعني بولدها، ولا يعني يأخذ الأصل فقط؟ ما رأيكم؟ يرجع الأصل فقط، يعود في الأصل فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت له إلا هذا فلا يتعدى. ولكن إذا كانت الزيادة في السمن، هذه البهيمة كان وزنها مثلا 100 كيلو، فلما رجع كان وزنها 120، فهل يرجع فيها أم يمنع من ذلك؟ يرجع فيها، لأن ترجع إليه بما اتصلت به من الزيادة. نعم، الزيادة المتصلة كالسمن ونحوها يصعب، نعم، يصعب فصلها. طيب، مسألة أخرى، ما الحكم لو كان البائع اقتضى بعض ماله، يعني أخذ بعض الثمن، فأن يكون هذا المشتري سدد 50% من الثمن، باعه السيارة 100 فدفع له من قيمتها 60,000، فهل يثبت له هذا الحق أو لا؟ ما رأيكم؟ ما تقولون؟ جمهور العلماء على أنه ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع في هذا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن قد اقتضى من ماله شيئا، ولم يكن قد اقتضى من ماله شيئا فهو له. يبقى قيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحكم بماذا؟ بما إذا لم يكن قد اقتضى من ماله شيئا. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، وفي إسناده يعني ضعف، لكن له طرق أخرى ينجبر بها فيصلح عندئذ للاحتجاج. فإذا كان هذا قد تناول بعض الثمن أو قبض بعض الثمن، فإنه لا يثبت في حقه هذا الحكم. وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله تعالى فقال: البائع أولى به، يعني يرد ما أخذ من الثمن ويأخذ سلعته أو ماله الذي يعني عنده، والراجح الأول. طيب، مسألة أخرى، لو قدم الغرماء البائع بالثمن الذي له، هل يبقى له حق في الرجوع؟ ما صورة هذه المسألة؟ لما باعه السيارة وصارت في ملك هذا المفلس وحجر على هذا المفلس لصالح الغرماء، جاء الأول ليسترد السيارة فقال الغرماء: نعطيك ثمنها، نعطيك ثمنها. طيب لماذا تعطونه ثمنها مع أن الغرماء دول مدينين دائنين ويحتاجون المال؟ قالوا: لأن ذلك له لنا فيه مصلحة، فهو قد باعها 100 مثلا، ثم إنها زادت في الثمن، فلو أنه أخذها الآن، لو أخذها الآن سيبيعها 120، ونحن أولى بهذا المال منه، فنقول: نعطيك 100 وتبقى السيارة لنا لنبيعها فننتفع بثمنها. فهل إذا بذل الغرماء هذا المال يسقط حقه في الرجوع ولا لا يسقط؟ ماذا تريد أن تقول؟ البائع أولى بسلعتي لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لم يسقط حقه، لم يسقط حقه، ولا يلزمه قبول الثمن الذي يبذله الغرماء. هذا مذهب الشافعية والحنابلة.
إلا أن المالكية خالفوا في ذلك فقالوا يلزمه أن يأخذ الثمن. والحقيقة إن مذهب المالكية يتقوى بما إذا كان فيه مصلحة لمن؟ للغرماء. هؤلاء الغرماء قد ضاع مالهم بإفلاس هذا الرجل ولا سداد في ماله، وهم يبحثون عن ما يمكن أن يسد دينه، فإذا بذلوا له 100 التي له وباعوا 120 أو 150 انتفعوا بذلك ولم يتضرر هو. لماذا؟ لأنه رضي أن تخرج هذه السلعة من ملكه 100، فإذا بذلت له 100 فإن هذا سيعود بمصلحة على المدين الغارم المحجور عليه وعلى أيضا غرمائه، فيتقوى مذهب المالكية بهذا النظر المصلحي وعليه. فلعل الراجح هو أنه إذا بذل له المال الذي هو الثمن فليس له أن يمتنع من قبول هذا المال، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون قد أتينا على بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهو باب الحجر على المفلس. بقي أن نقول إن الحجر إنما يكون لمصلحة المحجور عليه أو لمصلحة غيره، وهذا في هذا الحديث إنما حجر عليه لمصلحة غيره أي لمصلحة غرمائه، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني، وهو حديث في الشفعة، ولذا بوب بعض الشراح فقالوا باب الشفعة. تفضل شيخ عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب الشفعة أي باب تذكر فيه أحكام الشفعة. والشفعة من الشفع، والشفع ضد الوتر، الشفع ضد الوتر، فكأن الشفع هو الزوج والوتر هو الفرد. وتطلق الشفعة على الإعانة كما تطلق الشفعة على الضم، فيقال مثلا شفعت كذا بكذا أي ضممته إلى غيره، وتطلق أيضا على الزيادة. فهذه كلها إطلاقات لغوية صحيحة لمعنى الشفعة. ما هي الشفعة في الاصطلاح؟ كثيرا ما نسمع ما يقوله بعض الناس: الجار أحق بالشفعة، الجار أحق بالشفعة. هذه كلمة يعني تدور على ألسنة العوام ولها أصل عند الفقهاء، سنتبين هذا الأصل ونتبين الموقف من هذه الكلمة. الشفعة اصطلاحا هي استحقاق انتزاع حصة الشريك، استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنها الذي استقر عليه العقد، بثمنها الذي استقر عليه العقد. نشرح هذا التعريف باختصار: اثنان مشتركان في أرض، وهذه الأرض لم تقسم، فالشركة بينهما على المشاع، الشركة بينهما على المشاع، يعني ورث أرضا وهذه الأرض بينهما على المشاع، هذا يملك منها حصة والثاني يملك منها الحصة الباقية، فقام أحدهما ببيع حصته إلى أجنبي، يعني إلى شخص آخر ليس في هذه الشركة، فعلم شريكه بذلك، فما الحكم؟ الشريعة المطهرة أعطت هذا الشريك الحق
في أن ينتزع هذه الحصة التي بيعت من مشتريها بالثمن الذي بيعت به، فيدفع الشريك للبائع قيمة هذه الحصة ويتملكها رغما عن البائع. لماذا؟ لأن هذه الشريعة شريعة مطهرة، شريعة سامية، شريعة جاءت بالمصالح كلها، جاءت بالخير والعدل، وجمعت بين العدل تحقيق المصالح، جمعت إلى العدل تحقيق المصالح أيضا ودفع المضرات. فإذا كنت شريكا في أرض أو عقار أو دار ومعك شركاء، فربما إذا دخل شريك معك لا ترضاه أن يكون سببا في إفساد هذه الشركة أو في بيعك هذه الحصة، أو يترتب على ذلك أي على دخول هذا الشخص الأجنبي أن تقسم هذه الدار أو أن تقسم هذه الأرض، فإذا قسمت صرفت حدود وشقت طرقات ووقع جراء ذلك نقص وضرر على هذا الإنسان في ملكه أو على هؤلاء الشركاء في ملكهم، فجاءت الشريعة بدفع الضرر. فكما أنها لم تقيد يد هذا الإنسان في البيع، فإنها راعت شركاءه أيضا ألا يتضرروا بدخول من يتضررون بوجوده معهم في هذه الشركة. لكنها أي الشريعة قيدت ذلك بقيود وضبطته بشروط حتى يتحقق المقصود من غير مضرة على أحد. لماذا سميت الشفعة شفعة؟ الشفعة الآن فهمناها أنها حق الشريك في انتزاع حصة شريكه بالثمن الذي باعها به، بالثمن الذي باعها به رغما عنه. واضح؟ طيب لماذا سميناها شفعة؟ قالوا الشفعة من الشفع، والشفع هو الزوج، فكأن هذا الشريك كان ملكه منفردا فشافع ملكه فصار زوجا بأنه أخذ حصة صاحبه، فبدل من كان حصته منفردة صارت زوجا أو صارت شفعا، أو إن الشفعة بمعنى التقوية والإعانة، فكأنه قوى حصته بحصة شريكه، أو الشفعة بمعنى الضم، فكأنه ضم حصته إلى حصة شريكه، أو الزيادة فكأنه زاد في حصته حصة شريكه. ما من هنا أخذ معنى الشفعة، أخذ معنى الشفعة. ما هي حقيقة عقد الشفعة؟ حقيقة الشفعة أنها بيع، أنها بيع، هي أقرب إلى البيع، لأنه ينتزع هذه الحصة بيعا، ينتزعها بيعا بالثمن الذي قامت به على بائعها، رضي هو أن تخرج من ذمته بمئة ألف فيدفع له نفس المئة ألف. طيب لو أنه بذل له 90 ألفا هل يثبت له هذا الحق؟ باع الأول بمئة فأخذ الشفيع بحق الشفعة فقال أخذها بحق الشفعة، فقيل له خذها فقال أبذل فيها 90 لأنها لا تساوي إلا 90، فهل يجاب إلى هذا أو يلزم بأن يدفع كما دفع الأول؟ يلزم بأن يلزم، يلزم، لأن هذا فيه ضرر على البائع، والشريعة كما جاءت بدفع الضرر عن الشريك جاءت أيضا بدفع الضرر عن الشريك الأول الذي هو البائع، فإن رضي بأن يأخذها بنفس الثمن والقيمة وإلا سقط حقه. طيب هذه الشفعة ثابتة بالسنة النبوية وبالإجماع، والسنة حديث الباب الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة، قضى بالشفعة عليه الصلاة والسلام، ثم إن الإجماع منعقد على مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم،
إذ عد ذلك من أكل المال بالباطل أو من أخذ المال بدون وجه حق، وليس له فيما قال حق. ولهذا قال بعض العلماء: إلا أبو بكر الأصم ولا عبرة بقوله، فإنه كان عن الحق أصم، وكان معتزليا. كان أبو بكر الأصم هذا معتزليا. إذا دخلنا إلى حديث الباب لنتأمل فيه، فإن نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو يقضي بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وفي بعض ألفاظ الحديث وصرفت الطرق، صرفت أو صرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. بينا نحن حكمة مشروعية الشفعة. فإذا أردنا أن ندخل إلى الشرح التفصيلي فنقول إن هذا الحديث أصل في مشروعية الشفعة. في مسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شرك، في كل شرك لم يقسم، ربعة أو حائط. الربعة هي الدار والمسكن والأرض، الدار والمسكن والأرض، ربعة أو حائط. حائط يعني بستان أو مزرعة أو ما أشبه. لا يحل له أن يبيع، هذا الشريك لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، حتى يعرض هذه الحصة على شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به، يعني أحق بشقصه، أحق بحصته التي باع. وفي الحديث الآخر: الجار أولى بصقبه، الصقب هو الجوار أو القرب أو ما يقرب منه. هذه الأحاديث بالجملة تقوي وتفيد وتؤصل لهذا الحكم الذي نحن بصدده. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها، فلا شفعة فيها. قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، أو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة، أي حكم بها، أي حكم بانتقال حصة الشريك إلى شريكه إذا كان قد باعها إلى أجنبي بنفس العوض الذي قبضه فيها. وإذا تأملت هذه المسألة تجد أن الشريعة سلطت هذا الشريك على ملك أو على حصة شريكه إذا لم يؤذنه، أما إذا آذنه أو أعلمه أو أعرض أو عرض عليه فأعرض عن هذا فلا حق له بعد ذلك إذا باع. طيب، في قوله في كل ما لم يقسم، هذا يدلك على قيد، على قيد، وهو أن الشفعة يعني لا تكون إلا فيما كان مشاعا، إلا ما في إلا ما كان ملكه على المشاع، أي لا لم يصرف، لم يقسم، لم يخصص، لم تفرز الحصص لكل شريك. فإذا كانت الحصص مفرزة أو كل قد أخذ حصته على وجه الاستقلال فلا ترد الشفعة. وهو أيضا يتناول عموم الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ما لم يقسم، فهذا يعني أن الشفعة تتناول كل شيء. لكن صدر هذا الحديث وإن دل على هذا المعنى إلا أن سياقه وباقيه يدل على تقييد الشفعة بالربعة أو بالحائط. فالربعة عرفنا أنها المسكن أو الدار أو الأرض مطلقا، والحائط هو البستان والمزرعة ونحو ذلك. ويشهد لهذا العموم في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل شرك، في كل شرك، أو في رواية قال في كل شركة، في كل شركة. فهذا يخصها أو يخصصها بالعقار، وما يعني يدخل في العقار تبعا، مثل ماذا؟ مثل العقار طبعا هي الأرض، وما يتعلق بها أو يتصل بها اتصال قرار، مثل الغراس مغروسة في الأرض والبناء
فإن الغراس والبناء كلاهما متصل بالأرض اتصال قرار. فهذا يعني أن الشفعة متعلقة بالأرض وما عليها من بناء أو زرع أو شجر ونحو ذلك. طيب، إذا كانت الأرض قد قسمت والحدود قد حدت والطرق قد صرفت وفتحت، فعندئذ لا شفعة، لأن هذا الملك لم يعد على المشاع، وإنما شرعت الشفعة لدفع الضرر، أن يدخل معك على المشاع أحد لا ترضاه أو تتضرر بشركته. فأما إذا استقل كل بحصته فهذا لا يترتب معه الضرر الذي يثبت الشفعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب، من المهم أن نتعرف على شروط الشفعة. الشرط الأول أن يكون هذا الملك مشاعا غير مقسوم، فإذا كان كما قلنا مقسوما فإنه لا شفعة فيه. وقد اختلف هل تثبت الشفعة للجار أو لا. الجار هنا هذا يدلك على إن وقعت القسمة، يعني كل أخذ حصته، لكن هناك جوار، أنا ورثت مثلا عن أمي من الأرض 1000 متر، فقسم هذا بيني وبين أخي، أخذت 500 وهو أخذ 500، فحدت الحدود وعرفت قدر أرضي وعرف هو قدر أرضه، لكننا متجاورين. فإذا باع هو حصته من غير أن يعني يعلمني، هل يثبت لي الحق في انتزاع هذه الحصة ممن باعها إلي، مع أن الحدود قد قسمت وصرفت؟ هذا اختلف فيه الفقهاء على مذاهب 3. المذهب الأول للجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة 3: مالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله تعالى، قالوا إن الجار عندئذ لا شفعة له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما لم يقسم. أما إذا قسم فعندئذ لا شفعة. يبقى الأئمة 3 والجمهور سلفا وخلفا على أن الجار لا شفعة له. طب ما الإيه بقى قول القائل الجار أولى بالشفعة؟ أخوانا، من أين جاءت هذه الكلمة الجار أولى بالشفعة أو أحق بالشفعة؟ الشفاعة. الشفعة هنا يعني الشفاعة؟ لا، الشفعة ده مذهب الحنفية. الحنفية هم الذين قالوا إن الجار يثبت له حق الشفعة، وهذا كما قال به الحنفية قال به أيضا بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم، قالوا إن الشفعة على درجات: الشفعة بالشركة، ثم الشركة في الطريق، ثم الجار. وهذا مذهب السادة الحنفية. المذهب الثالث هو رواية عن الإمام أحمد، وهو مختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وبعض فقهاء أهل الحديث، حيث قالوا: إذا كان الجار شريكا في حقوق الملك، الجار شريك في حقوق الملك كالطريق التي تمثل ممرا بين الأرضين، أو ما يتعلق به حقوق هذه الدار أو حقوق هذه الأرض، إذا كان هذا الجار شريكا في حقوق الملك كالطريق ونحوها، تثبت له الشفعة. بهذه مذاهب 3. المذهب الأول مذهب الجمهور، والجمهور معهم حديث الباب: فيما لم يقسم، فإذا قسم فلا شفعة. قسمت الأرض وحددت وصرفت الطرق وأمن الضرر فلا شفعة، هذا مذهب الجمهور. أما
الحنفية فماذا قالوا؟ قالوا بثبوت حق الشفعة بالجوار، واستدلوا بحديث الجار أحق بصقبه، والصقب هو القرب، وروي بثقبه بالسين، وهذا كله بمعنى، والجار أحق بصقب، هذا في البخاري وغيره. قالوا المقصود أن الجار له تعلق بهذه القطع التي تجاوره أو بهذه الدار التي تجاوره. وقالوا أيضا ورد عن الحسن من حديثه عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار. ماذا أجاب الجمهور؟ الجمهور احتج بحديث الباب وضعف هذه الرواية، رواية الحسن عن سمرة، وقال إن الجار أولى بصقب، وإن كان الحديث صحيحا فهو أولى به في ماذا؟ في الإحسان إليه، في عيادته، في إعانته، في رعايته، لأنه جار وللجار هذا الحق، لكنه ليس حق الشفعة، ليس حق الشفعة. قال ولأن المعنى الذي شرعت لأجله الشفعة ليس موجودا هنا. الشفعة وردت أو شرعت على خلاف الأصل. ما هو الأصل؟ إنسان إذا باع له الحرية في أن يبيع إلى من يشاء، قيدنا حريته لنرعى حقوق شركائه في أرض تطول الشركة فيها، أو في دار تطول الشركة فيها، فيتضرر هذا الشريك بدخول أجنبي عليه، فعندئذ أعطت الشريعة هذا الشريك الحق في أن يتسلط على هذه الحصة فيأخذها بما بيعت به. لكن هذا لم يحصل. ليه؟ لأن الأرض قد قسمت والحدود قد صرفت، فلا معنى لأن يتضرر هذا بهذه يعني هذه البيعة أو بهذا العقد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما قواه من رواية الإمام أحمد قال لا، قد يحصل شيء من هذا التضرر، لا سيما إذا كان متجاورين والأرض لا مدخل لها إلا من هذا الطريق مثلا، وهم يشتركون في حقوق كثيرة، في الارتفاق، في المسيل، في الشرب، في كذا، في الطريق، فهذا قد يقع منه الضرر. وحديث الحسن يعني عن سامرة قد قواه بعض أهل العلم أو حسنه بعض أهل العلم، وادعوا سماعه من سامرة في حديث العقيقة وفي غير ذلك، فقوي هذا عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال به. فهذه يعني هذه هي الايه، هي الاقوال الثلاثه في هذه المساله. ولعل يعني قول شيخ الاسلام رحمه الله، وهي الروايه الثانيه عن الامام احمد من الروايات التي فيها الجمع بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفيه. الشرط الثاني ان يكون المبيع عقارا، وهذا يعني انه اذا كان المبيع منقولا الا شفعه في ذلك، وهذا مما وقع فيه الخلاف، فقد نقل يعني عن الحنفية وعن المالكية القول بجريان الشفعة في كل شيء، القول بجريان الشفعة في كل شيء، وهذا يدخل فيه العقار والدار، كما يدخل فيه أيضا المنقول الذي يعني له يعني قيمة ويشترك فيه الناس. طبعا استدل الجمهور بالحديث الذي معنا، حديث الباب، وبالأحاديث الأخرى أو روايات الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربعة أو حائط، فالربعة هي مطلق الدار والأرض، والحائط هو المزرعة والبستان، وعليه فلا تجري الشفعة في منقول. أما الآخرون فاستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين، وهذا عند أحمد والبيهقي، ولهذا قالوا بثبوت الشفعة في ذلك. واستدلوا أيضا بحديث الشفعة في كل شيء. أجيب عن هذا الحديث بأنه مرسل لا يصح، وأنه قد عارضه الأحاديث الصحيحة، وأن البيهقي قد أخرج في السنن بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعا لا شفعة إلا في دار أو عقار، لا شفعة إلا في دار أو عقار. قالوا وهذا بلفظ الحصر، هذا بلفظ الحصر. الشرط الثالث من شروط الشفعة أن يكون المبيع مما تمكن قسمته، مما تمكن قسمته، وهذا يتأتى فيما يقسم قسمة إجبار. ما معنى قسمة الإجبار؟ هي القسمة التي لا يترتب على
المشاركين فيها ضرر، كأن تكون يعني المسألة أرض واسعة كبيرة ومتساوية فيمكن قسمتها بين الشركاء رحمكم الله بغير يعني ضرر على أحد، فقالوا كل ما يمكن قسمته تجري فيه الشفعة، أي ما يعرف بقسمة الإجبار. أما تلك القسمة التي يقع فيها الضرر كأن تكون العين صغيرة كدكان مثلا أو محل أو أرض يسيرة جدا أو صغيرة، فهذه لا تتأتى فيها الشفعة، لا تتأتى فيها الشفعة. وهذا على كل حال وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، روايتان في مذهب الإمام أحمد، الأول لا شفعة فيها وهذا مذهب الشافعية ورواية عن مالك، والمذهب الثاني وقوع الشفعة فيها وهذا مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام مالك لحديث لا الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم، والأول هو الراجح. آخر ما نختم به وهو الشرط الرابع والأخير، يشترط في الشفعة أن تكون الحصة منتقلة بعوض، يعني أنا بعت حصتي بالمال لكن لو أنني تبرعت بها أو وهبتها من غير أن أطلب ثوابا على هذه الهبة فإن هذا يسقط حق الإيه الشفيع، لأنني لم أبع ولم أتربح، وبناء عليه فلا يصح عندئذ أن ألزم بإيه بأن تباع هذه الحصة إذا أنا تبرعت بها أو وقفتها أو وهبتها أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يقال لا بد أن تباع، يبقى هنا لا شفعة، وهذا عند الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، خلافا لرواية عن الإمام مالك قال إنها إذا انتقلت بهبة أو صدقة فإن فيها الشفعة، ويأخذ الشفيع هذه القطعة أو هذه الحصة بقيمتها، يأخذها بقيمتها، والراجح هو الأول الذي عليه الجماهير. طب إذا انتقلت بعوض لكن هذا العوض ليس مالا، انتقلت بعوض لكن هذا العوض ليس مالا، ما مثاله؟ جعلها مهرا، جعلها مهر، إيه هو العوض؟ العوض هنا الانتفاع بالزواج وما يترتب على الزواج، فإن المرأة اشترط في نكاحها الصداق، فجعل الصداق هذه الحصة التي يملكها في الدار أو التي يملكها في العقار أو التي يملكها في البستان. مذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه تسقط الشفعة أيضا، والمذهب الآخر بل تجب فيه الشفعة، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وابن شبرمة وابن أبي ليلى، ويلزمون عندئذ بأن تقوم هذه الحصة وأن تدفع قيمتها. إنسان بلغه أن فلانا باع حصته ثم لم يطالب بالحص، فما الحكم؟ يسقط حقه في الشفعة. طبعا مسقطات حق الشفعة مما يأخذ منا وقتا، وأخونا عبد الرحمن يشير إلى أن الوقت انتهى منذ مدة، فنحن نتوقف عند هذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. وننتقل إلى إجابة أسئلة الحلقة الماضية. بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة للإجابات، أتتنا إجابات من مصر محمد جودة ومحمد أحمد، ومن السعودية من نبيل السيد حجازي وعزيزة بخلعة، ومن لبنان من فدا، ومن العراق جميلة، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي، ومن الأردن سمر. وكان السؤال الأول: عرف الرهن لغة واصطلاحا واذكر دليل مشروعيته في السفر والحضر. وكانت الإجابة: الرهن لغة أي الثبوت والدوام والاحتباس، واصطلاحا جعل عين وثيقة بدين، والدليل على مشروعيته في السفر قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والدليل على مشروعيته في الحضر حديث الباب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. هذه إجابة صحيحة. السؤال الثاني: أذكر شروط الحوالة.
وكانت الإجابة أولا رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أن يعين الجهة التي يسدد منها الدين. ثانيا رضا المحال والمحال عليه، وفيه خلاف بين أهل العلم، فقد اشترط أبو حنيفة رضا المحال والمحال عليه، وذهب الجمهور إلى أن رضا المحال لا يعتبر، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن رضا المحال يعتبر دون المحال عليه، وذهب أحمد والظاهرية إلى عدم اعتبار رضا المحال والمحال عليه، وهو الراجح، وحديث الباب فيه حجة إلا إذا كان المحال عليه لا يستطيع الوفاء كإفلاسه وموته وغيره. أن يكون الدين مستقرا أي لا يصح فسخه، أن تكون الحوالة بمال معلوم كالمثليات. وهذه إجابة صحيحة بارك الله فيكم يا فيكم شيخ. إن شاء الله. الأسئلة يا شيخنا بارك الله. في هذه الحلقة سؤالان، السؤال الأول اشرح حديث أبي هريرة في من وجد سلعته عند رجل قد أفلس. اشرح حديث أبي هريرة في من وجد سلعته عند رجل قد أفلس. السؤال الثاني اذكر شروط صحة الشفعة. اذكر شروط صحة الشفعة. أحسن الله إليكم شيخنا، وجعل الله في موازين حسناتكم، ونعتذر بشدة للإخوة والأخوات الذين لم نقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء المقبل قبل ساعة من الآن مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله.